زي ما حضراتكم عارفين ان السودان الان يعني فيها شوية مشاكل، والمشاكل اللي في السودان حاليا للأسف يعني ناس من بره بيخشوا يحطوا ايديهم على الشغل اللي جوه عشان الدنيا تتقلب. بتكلم على السودان، واسباب طرد دبلوماسيين اماراتيين من السودان. و قالت وسائل إعلام سودانية إن سبب طرد الخرطوم لدبلوماسيين إماراتيين يعود لاتهام أبو ظبي بالوقوف إلى جانب قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في مواجهة قائد جيش عبد الفتاح البرهان. اتهم عضو مجلس السيادة ومساعد البرهان الفريق ياسر عطا في 28 نوفمبر علنا أبو ظبي بدعم حمدان دقلو أمام الجيش، وبسبب ذلك طلب السودان الأحد الماضي من 15 دبلوماسيا إماراتيا مغادرة السودان بعد الاتهامات المذكورة. ذكر موقع سودان تريبيون إن الإمارات طردت 3 دبلوماسيين سودانيين، وأكد مصدر سوداني رسمي للموقع إبلاغ الحكومة الإماراتية رسميا السفير السوداني في أبو ظبي عبد الرحمن شرفي بأن الملحق العسكري ونائبه والملحق الثقافي أشخاص غير مرغوب فيهم، وطلب بمغادرتهم البلاد خلال 48 ساعة. قال المصدر إن أبو ظبي أبلغت السفير السوداني بأن أعضاء البعثة الدبلوماسية السودانية الذين يمثلون الملحق العسكري، وهو العميد أحمد عبد الرحمن البشير ومساعد المقدم مدثر عثمان، والملحق الثقافي غير مرغوب في وجودهم وطلب بإبعادهم عن أراضيها. تعد تلك المطالبة سابقة أولى في علاقات البلدين، إذ لم يحدث منذ بدء العلاقات المشتركة بينهما طرد دبلوماسيين أو استدعائهم. مصدر من AFP وسودان تريبيون أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. زي ما قلت لحضراتكم إن السودان الآن للأسف بتعاني، وطرد الدبلوماسيين ما بين البلدين إذن إحنا في مرحلة القطيعة الدبلوماسية، بمعنى أن العلاقات بين هذه الدولتين انقطعت. هل هناك أسباب؟ أكيد في أسباب كتير جدا. طب مين الغلطان أو مين السبب؟ أكيد هنعرف في الأيام القادمة. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين أن هناك توجهات من دول معينة للتحكم في بعض الدول الأخرى، وللأسف الكلام ده بين دول عربية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر.